تعالى بقى لخص لك الحتة دي في مينتس عشان انا اصلا بحب التلخيص. جمهور الاهلي لما شاف الزمالك بيلعب في البطولة العربية وكريستيانو رونالدو وفلوس ودنيا ونجوم العالم اتجنن شاط، وبالذات لما كريستيانو رونالدو بدل التيشيرت مع شيكابالا وهو اللي راح له اي وانت يور تيشيرتس وبدل معاه الدنيا، اسمع اتجنن الغل هيضرب في دماغه، ما هو ما عندوش حد اقصى حد بيغير معاه التيشيرت مثلا في الدوري المصري مفيش، على انا ما شفتش حد قال لهم قبل كده هاتوا التيشيرت النهائي. عندهم قبل كده لاعب عمرو السوليه فضل يجري ورا توني كروز لحد الموقف عشان يديله التيشيرت قال له جوه جوه جوه. فازاي كريستيانو يبدل مع شيكا الغل هيجننهم. فقال لك ايه بعد ما بدل معاه التيشيرت بعت له واحد قال له هات التيشيرت تاني انت مش خدت اللقطه. ومصدقين صفحاتهم مصدقوا وهم مصدقين، اللي هو عبد الواحد السيد راح لشيكابالا قال له هات التيشيرت بتاع كريستيانو نشيله لك وامسك تيشيرتك عشان هتطلع لقاء صحفي. اما كابتن نادي الزمالك هيطلع لقاء صحفي بتيشيرت انبي مثلا بتيشيرت الزمالك، برضه ما صدقوش ونفهمهم كده ما يعرفوش يعني ايه لقاء صحفي وبطوله وكلام والبتاع اللي بيبقى ورا اللعيب ده الشعارات والحاجات. ماشي راح شيكابالا تاني يوم مصور لهم ابنه ادم بتيشيرت كريستيانو وهو بيلعب في البلكونه بالكوره، اهو التيشيرت اهو، هيكون مثلا نزل جابه من مشمش للملابس التيشيرت بتاع كريستيانو رونالدو الواد ادم بيلعب بيه في البلكونه. ايه تاني اثبات؟ بس هتثبت لمين؟ ما هو واحد ما يعرفش الحاجات دي، ما احنا برضو اللي جمهور غلطان، احنا برضو السبب، واحد ما يعرفش يعني ايه تبديل تيشيرتات ومع مين اعظم لاعب في التاريخ كريستيانو رونالدو، فلازم يطلع باي حاجه عايز هيتجنن عايز يبوظ الموضوع. انا عذره انا نفسي وانا بتكلم شط، تخيل هو بقى قاعد كده طول اليوم هيتجنن ويفرك. فخلاص سيبه هنعمل ايه طيب؟ سيبه خلاص لحد ما يوصل للمرحله دي في يوم من الايام هيدركها لوحده.